اسمي سمير غسين، بشتغل تاجر أجهزة كهربائية. صباط الكهرباء تصنع في عدة موديلات، في موديلات قديمة وفي موديلات حديثة وفي موديلات أحدث بكثير. الموديلات القديمة كانت عبارة عن روديتر، كيف روديتر التدفئة بكون جواه زيت بيحمل زيت تعطيك تدفئة. هدول الموديلات بطل حدا يشتريها لأنه استهلاك الكهرباء كتير عالي والتدفئة بيصير الكوست كتير عالي عليها، فبطل حدا يشتريها. صنعوا إشي تاني أجدد منه اللي هي صار يستعمل مقاومة تنجستون، الزيت تبعت اللمبة الموجودة هاي بتعطيك حرارة عالية وبتعطيك كلفة كمان للتدفئة أقل من روديترات. وكمان هذه انتهى موديل لأنه بتخرب كتير وبتسحب كهرباء كتير. صنعوا موديل كمان أحدث بكتير اللي هو موديل اسمه تأين الغاز، صنعوا زي لمبة النيون بتكون طويلة هيك وبتعتمد تدفئتها قديش طول اللمبة الموجودة جوا التدفئة. كل ما كانت اللمبة طويلة كل ما تعطيك تدفئة أكثر. هذه التدفئة الموديل الجديد اللي نزل وفر كهرباء كتير وخرابة قليل جدا والكلفة بتكون التشغيلية ممتازة. كل صوبة مفروض فيها من مؤسسة المواصفات والمقاييس إنه قبل ما نستوردها إحنا يكون عليها البيان اللي هي الليبل تبع البيان اللي هو بنحكي له إحنا الإنيرجي ليبل. هل هذا الإنيرجي ليبل لازم يكون موجود يا بنحط على الكرتون الخارجية يا بنحط على الصوبة من تحت أو على الجنب تبعها. هل الزبون لما بده يشتري مفروض يجي يطلع الليبل تبع الإنيرجي شو بتسحب كهرباء. أهم شيء في الموضوع كله بهمنا إحنا، بهمنا الواط تبعها قديش الواط. في صوبات بتكون 1000 واط هاي ضعيفة، بتكون بدها غرفة مترين بمترين، بتكون 1500 واط بدها غرفة 4x4، بتكون 2000 واط بصير بدنا غرفة بتدفي 20 متر. بس احنا زي ما حكينا لما يكون الصوبات الموديل الجديدة اللي هي تأين الغاز زي لمبات النيون هذا ما بسحب كهرباء، لو كانت كبيرة ولا صغيرة سحبها للتيار أقل كتير من الصوبات الثانية. صوبة الكهرباء بالهيتينج تبعها بالشغل الحماية أو التدفئة بتعطي مفعول أكثر من صوبة الغاز وصوبة الكاز. بعدين التدفئة بتيجي نظيفة، يعني صوبة الكهرباء أمان وفيها سيفتي، فعشان هيك مستعملها للأطفال وهم نايمين أو مستعملها وإحنا نايمين ما عنا مردود عكسي علينا من ناحية الأكسجين الموجود بهاي الغرفة. هلا بالنسبة للسعر لما جينا نحسب إحنا الكلفة التشغيلية خلال الشهر، يعني أنت صوبة الغاز شغلتيها على تنتين بدك تقريبا كل أسبوع جرة، بالشهر بدك 4 جرات بحدود 30 دينار. صوبة الكهرباء اللي تستعمليها أنت بالموديل الجديد ما بتسحبش 30 دينار، بتسحب 20 دينار.